السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الجزء الثاني من جرامر الوحدة الثامنة. طبعا شكل ما شفنا إن الجزء الأول من الجرامر كان بيكلم لي عن the first conditional، حالة if الأولى. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الجزء الثاني، وده بيكلم لي عن الverbs اللي بيجي وراها to plus الانفينيتيف، وكمان الverbs اللي بيجي وراها verb plus ing، الافعال اللي بيجي وراها تو المصدر، والافعال اللي بيجي وراها فعل فيه اي ان جي، وكمان هنشوف كده شويه ملاحظات. طبعا حبايبي الدرس ده هتلاقيه محتاج حفظ شويه اكتر منه فهم، لان لما اجي اتكلم عن الافعال اللي بيجي وراها تو المصدر يبقى ديت لازم احفظها شكل ما هي، احفظ ان الافعال دي هيجي وراها تو زائد المصدر، اول ما اشوفها على طول اجيب تو زائد المصدر. الافعال دي هي اجري بمعنى يتفق، ارينج بمعنى يرتب، اسك يسال، choose يختار، decide يقرر، expect يتوقع، fail يفشل، help يساعد، hope يأمل ويتمنى، intend ينوي، need يحتاج، learn يتعلم، manage بمعنى يدير، offer بمعنى يعرض، plan بمعنى يخطط، promise بمعنى يوعد، refuse بمعنى يرفض، threaten بمعنى يهدد، want بمعنى يريد، wish بمعنى يتمنى. طبعا لما اشوف اي فعل من دول حبايبي على طول بحفظ كده حفظ ان بيجي وراه to plus الانفينيتيف، تاني بيجي وراه to plus الانفينيتيف، to زائد المصدر. بتجيلي يا مستر في الاختيارات ازاي؟ قال لي بيجيب لي الاختيارات كالتالي، بيقول لي I decided، وبعدين يجيب لي الاختيارات بالشكل من الاربعه دول، يا اما يجيب لي مصدر يا to المصدر يا فعل فيه ing يا to والفعل فيه ing. وهنا ببدا اشوف الفيرب بتاع الفعل ده بيجي وراه تو المصدر ولا بيجي وراه verb plus ing على حسب ما انا حافظ. فلما هشوف مثلا كلمه decided هلاقيها ها بيجي وراه تو المصدر، فبالتالي هقول to visit. تاني هقول I decided to visit London، يعني انا قررت ان انا ازور لندن. يبقى تاني حبايبي هنا بشوف الفعل واشوف بيجي وراه تو المصدر ولا فعل فيه ing. طب يا مستر لو انا عايز اقول انا قررت ان انا ما ازورش لندن، تاني لو قررت ألا أفعل الشيء، يعني الفعل ده لو أنا عايز أجيب وراه نفي أجيب إيه؟ قال لي تجيب not قبل to، بمعنى يعني لو نفس الجملة دي وأنا عايز أجيب وراها إن أنا قررت إن أنا ما أفعلش الشيء، فهقول I decided، يعني أنا قررت بدل visit هخليها not to visit، not to visit يعني ألا أزور. تاني I decided not to visit London، يعني انا قررت ان انا ما ازورش لندن. يبقى اذا الفعل ده بيجي وراه تو والمصدر، لو انا هجيب نفي وراه هجيب not to زائد المصدر. تاني حاجه ان انا بحفظ الافعال اللي بيجي وراها على طول verb plus ing وما فيهاش اختلاف. يبقى اذا برضو عايز احفظ الافعال دي شكل avoid بمعنى يتجنب، avoid، consider بمعنى اعتبر، deny ينكر، include يتضمن او يشمل، keep بمعنى استمر، تاني keep حبايبي بمعنى استمر. لو انا قلت kept playing يعني استمر في اللعب، kept washing يعني استمر في الغسيل، kept watching يعني استمر في المشاهدة. كلمة mind بمعنى يمانع، practice بمعنى يتدرب او يمارس، enjoy بمعنى يستمتع، finish كلمة finish حبايبي بمعنى ينهي، go بمعنى يذهب، imagine يتخيل، suggest كلمة suggest حبايبي بمعنى يقترح، recommend حبايبي بمعنى يوصي بيه. عندنا كلمة admit بمعنى يعترف، وبيجيبها لي في الاختيارات بنفس المنظر، يعني هيقول لي I suggest يعني أنا أقترح، ويقول لي go ولا to go ولا going ولا to going to the sin، وأنا أقترح الذهاب للسن. هنا حبايبي بقى ما أنا حافظ إن suggest والأفعال دي بيجي وراها verb plus ing. طيب يا مستر لو أنا عايز أقول إن أنا بقترح عدم فعل شيء، أو يعني الأفعال دي لو أنا عايز أجيب وراها منفي يعني فعل منفي، قال لي برضو بجيب not والفعل في ing. يعني مثلا في المثال ده بيقول لي my brother suggested، وقال لي to going ولا to go ولا not going ولا not to go to the cinema، يعني اخويا اقترح عدم الذهاب للسينما. طب ايه ليه يا مستر ليه ما قلتش go؟ يعني ليه ما قلتش going؟ ما احنا قلنا يا حبايبي ان suggest بيجي وراها verb plus ing، لكن ما ينفعش to والفعل في ing، فبالتالي مفيش غير اختياري وحيد هنا اللي صح اللي هو not going. ايه ده يعني اجيب not قبل الفعل اللي في ing؟ قال لي عادي جدا اجيب not قبل الفعل اللي فيه ing. طيب قال لي تالت نوع من الافعال، يبقى احنا خلاص بحفظ الفعل اللي بيجي وراه to زائد المصدر وثابت،
واحفظ الفعل اللي بيجي وراه ing وثابت يعني مفيش تغيير. ثالث نوع من الافعال افعال بيجي وراها to المصدر او verb plus ing وفي نفس الوقت ما بيتغيرش المعنى، سواء جبت وراها to زاد المصدر او سواء جبت وراها فعل فيه ing. الكلمات دي begin، الافعال دي حبايبي begin يعني يبدا، start بمعنى يبدا، وعندنا continue بمعنى يستمر. لو جه وراهم to زاد المصدر او جه وراهم فعل في ing ما بيتغيرش المعنى. طيب هتجيلي ازاي؟ هيقول لي هل started ولا play ولا to play ولا to playing tennis at the age of 7. حبايبي الناس هنا هتقول لا حضرتك مش قلت ان هو بيجي وراها الاثنين يعني فعل في ing وto المصدر؟ طب ما انت جايبهم لي في الاختيارات. هقول لك لا، لاحظ ان هنا الفعل اللي فيه ing جايب قبله to، فبالتالي ما ينفعش، هو بيجي وراها verb plus ing مش to الفعل فيه ing. يبقى اذا الاختيار الصح هنا هو to play. تاني الاختيار الصح هنا هو to play، فاقول هل started to play. طب امتى يا مستر بقى الاثنين يجولي وفي نفس الوقت اختار واحد فيهم بس؟ قال لي لو جاب لي start او begin verb plus ing، يعني لو جاب لي كلمة start او begin في المضارع المستمر. يعني لما اجي اقول لك كده it's starting، يعني الدنيا بادئة، واجي اقول لك to rain ولا raining؟ هقول لك في الحالة دي حبيبي طالما جاب لي starting او beginning مضارع مستمر اختار على طول to plus infinitive، يعني to زائد المصدر، ما تختارش verb plus ing. ولكن غير كده سواء جه وراها to المصدر سواء جه وراها verb plus ing المعنى لا يختلف. طيب تعال نشوف بقى كلمة like و love و prefer. احنا قلنا الافعال دي دايما بيجي وراها verb plus ing الا لو سبقها would. ليه يا مستر؟ لان لما بيجي وراها verb plus ing ده معناه ان انا بحب او بفضل الشيء عموما، حب الشيء ده غريزة فيا. اما لما بيجي قبلها would يبقى معناها I want to do this thing now، يعني انا عايز يا حبايبي اعمل الحاجة دي دلوقتي، او بتبقى بمعنى انا اريد. تاني معناها انا اريد. يعني لما يجي يقول لي I like to drink or drinking tea، I like to drink or drinking tea، هنا طالما جاب لي like هجيب له verb plus ing، وده معناها I like drinking tea generally. generally حبايبي بمعنى عموما، يعني حب الشاي ده وحب شرب الشاي ده غريزة موجودة فيا، بحبه على طول دلوقتي وفي أي وقت. طيب أما لو قال لي قبلها would like، هنا بقى معناها I want، يعني أنا أريد now الآن، فبالتالي بجيب وراها to plus infinitive يعني to زائد المصدر، فأقول I would like to drink tea. I would like to drink tea. يبقى إذا إذا جاب ورا like و love و prefer فعل فيه ing يبقى معناها إن أنا بحب أو بفضل الشيء ده عموما. أما لو جاب لي وراها to plus infinitive يبقى معناها أنا أود أن أفعل الشيء الآن أو أنا أريد أن أفعل الشيء الآن. تعالى حبايبي بقى هنتكلم عن نوع خامس من الأفعال. النوع ده من الأفعال هتلاقي بيختلف معناه لما يجي وراها to plus infinitive أو بيجي وراها فعل فيه ing، هيبقى الاختلاف في المعنى كبير. أولهم حبايبي خالص هي كلمة stop. تاني أولهم هي كلمة stop. stop دي حبايبي معناها يتوقف. تاني stop معناها يتوقف. قال لي stop لو جي وراها verb plus ing دي يبقى معناها يتوقف عن، معناها ان انا بتوقف عن فعل شيء. اما حبايبي لو جي وراها to plus infinitive يعني لو جي وراها to زاد المصدر، قال لي دي معناها يتوقف لكي يفعل شيء. تاني معناها يتوقف لكي يفعل شيء. هناخد مثالين والمثالين دول هنختار فيهم ونشوف هيوضح ازاي. لما يجي يقول لي when my father came، يعني عندما اتى ابي، فيقول لي كده we stopped يعني احنا توقفنا، ويقول لي في الاختيارات to play ولا playing، هو اللي اختار. يبقى اذا هنا معنى الكلام عندما اتى ابي توقفنا لكي نلعب ولا توقفنا عن اللعب؟ هتقول لي لا يا مستر كده توقفنا عن اللعب، فبالتالي هنا هجيب verb plus ing، فاقول
When my father came, we stopped playing. توقفنا عن اللعب. يبقى stop والفعل اللي فيه ing هنا حبايبي معناها يتوقف عن. أما في المثال الثاني ده لما أقول لك on our way to Alex. On our way to Alex يعني في طريقنا إلى الإسكندرية. وأقول لك كده we stopped. يعني إحنا توقفنا. وأقول لك في الاختيارات having or to have lunch. تعالى يلا نترجم الجملة مع بعض كده. بقول لي في طريقنا للإسكندرية المفروض توقفنا لكي نتناول الغداء. يبقى احنا في الطريق هنتوقف لكي نفعل شيء. فبالتالي هنا لازم اقول to have. تاني لازم اقول to have. فبالتالي هقول on our way to Alex we stop to have lunch. يبقى stop فعل في ing يتوقف عن. اما stop to معناه يتوقف لكي. الفعل الثاني حبايبي هو كلمة remember. تاني هو كلمة remember. كلمة remember حبايبي معناها يتذكر. قال لي برضو remember بيجي وراها to plus الانفينيتيف وكمان بيجي وراها verb plus ing. يعني بيجي وراها الفعل في ing. يا ترى ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين to المصدر والverb plus ing؟ قال لي لو remember جه وراها to المصدر قال لي دي معناها يتذكر ثم يفعل. يعني معناه ان هو بيفتكر الاول وبعدين يفعل الشيء. اما remember والverb plus ing معناها انه فعل ثم تذكر. معناها ان هو عمل الحاجه حبايبي وبعد كده افتكرها. تاني remember to يتذكر ثم يفعل. اما remember والverb plus ing معناها يفعل ثم يتذكر في وقت لاحق. بمعنى لما يقول لي while I was coming home يعني وانا راجع البيت I remembered يعني انا تذكرت. واقول لك في الاختيارات to buy or buying fruit. يعني وانا راجع البيت انا افتكرت ان انا اشتري ايه. يبقى هنا وانا راجع افتكرته فبعدين اشتريت. فبالتالي هنا لازم اجيب to plus الانفينيتيف. يعني هقول while I was coming home I remember to buy fruit. افتكرت ان انا اشتري فاكهه. تاني وانا راجع البيت افتكرت. يبقى انا افتكرت ثم اشتريت. تاني حبايبي افتكرت ثم اشتريت. اما لما يجي يقول لي الجمله دي I remember يعني انا اتذكر. واجي اقول لك to hide or hiding my father's shoes when I was four. يعني انا فاكر ان انا كنت بخبي جزم بابا وانا عند 4 سنين. خلي بالك الفعل ده كان بيتم فين؟ هتقولي في الماضي. طب هو بتذكره امتى؟ هتقولي دلوقتي. يبقى اذا هنا انا بتذكر حاجة انا عملتها وطالما عملت ودلوقتي بفتكر. قال لي هنا بجيب remember verb plus ing فهقول I remember hiding my father's shoes. تاني I remember hiding my father's shoes. ثالث فعل معانا حبايبي هو كلمة forget. forget حبايبي بمعنى ينسى. تاني forget بمعنى ينسى. اللي forget دي ممكن يجي وراها برضو to plus الانفينيتيف وممكن يجي وراها verb plus ing. هيختلف المعنى؟ قال لي ايوه هيختلف المعنى. لما يجيب لي forget to plus الانفينيتيف نسي يعمل الشيء معناه ان هو لم يفعل الشيء. معناه ان هو ما عملش الحاجة لانه نسي. طب remember forget والverb plus ing قال لي لا forget والverb plus ing فعل ونسي. يعني معناه انه عمل الحاجة بس نسي انه عملها. تاني معناه انه عمل الحاجة بس نسي انه عملها. for example على سبيل المثال لما يجي يقول لي I'm sorry. I'm sorry دي يعني انا اسف.
واقول لك I forgot. I forgot يعني انا نسيت. واقول لك كده sending ولا to send the letter. I will send it tomorrow. انا هبعته ايه بكره. هتقول لي اه والله I'm sorry يعني انا اسف. خلاص يبقى انا بتاسف ان انا نسيت ابعت الجواب. معناه ان انا بعته ولا بعتوش؟ هتقولي لا ما بعتوش. طب ايه اللي اكد اكتر كمان يا مصر؟ هتقولي ان انا هرسله بكره. يبقى اذا انا لم ارسله، نسيت افعل الشيء، ما عملتوش. فهنا لازم اقول to send تاني to send. لما اقول لك I'm sorry تقولي I forgot to send the letter. I'll send it tomorrow. انا هبعته بكره. لكن لما اجي اقول لك كده I forgot واقول لك to buy or buying apples. I want buy more. هنا بقى يا ترى انا نسيت ان انا اشتري ولا نسيت شراء التفاح؟ هنا يا ترى انا اشتريت ونسيت ولا نسيت ان انا اشتري ما اشتريتش اصلا؟ الحقيقة اكيد للجملة التانية. بيقول I want to buy more، خلاص انا مش هشتري اكتر. طالما مش هشتري اكتر معناه ان انا اشتريت بالفعل بس نسيت. فبالتالي انا حبايبي لازم اقول I forgot buying تاني. I forgot buying apples. I want to buy more. I forgot buying apples يعني انا نسيت موضوع ان انا اشتريت التفاح ده خالص. خلاص فعشان كده مش هشتري كتير تاني، مش هشتري كتير. اخر كلمة معانا حبايبي وهي كلمة try. تاني حبايبي اخر كلمة معانا هي كلمة try. try دي حبايبي معناها يجرب او يحاول. تاني معناها يجرب او يحاول، يحاول او يجرب. طيب امتى حبايبي هيبقى معناها يحاول وامتى هيبقى معناها يجرب؟ ويا ترى في فرق بين يحاول ويجرب؟ هقول لك ايوه. لما بقول انا حاول بحاول افعل الشيء يبقى اذا فعل الشيء ده صعب. اما لما بقول انا بجرب الشيء يبقى اذا انا عايز اوصل لنتيجه. يبقى اذا فعل الشيء مش صعب تماما ولكن انا عايز اوصل لنتيجه. قال لي لو معناها يحاول يعني لو الشيء صعب وبحاول اعمله، قال لي فهجيب وراها to plus infinitive يعني to زائد المصدر. اما لو معناها يجرب فعل الشيء ليرى نتيجه، قال لي بجيب وراها verb plus ing تاني الفعل فيه ing. على سبيل المثال لما يجي يقول لي كده try، يقول لي في الاختيارات to answer ولا answering this question. حاول تحل السؤال ده. وقال لي it's too difficult. It's too difficult يعني صعب جدا حبيبي. تاني it's too difficult يعني هو صعب جدا. هقول لك هنا السؤال صعب، فالفكرة ان انا عايز احل السؤال لانه صعب. يبقى اذا هنا بقول حاول تحل السؤال. حاول لان كل اللي انا عايزه ان انا احل السؤال لانه صعب، فبالتالي هقول try to answer. تاني try to answer this question it's too difficult. try to answer this question it's too difficult. اما بقى لو انا بجرب الشيء عشان اشوف نتيجة، قال لي بالتالي بجيب ورا try verb plus ing. يعني مثلا لو انا رايح للدكتور في الصيدلية فانا بشتكي له فبقول له I have a terrible headache يعني انا عندي صداع شديد. فيقوم الدكتور يرد عليا يقول لي كده، يقول لي try ولي to take or taking this medicine. يقول لي حاول تاخد الدواء ده، جرب تاخد الدواء ده. تاني هيقول لي جرب تاخد الدواء ده. هل اخد الدواء صعب؟ هتقولي لا، ولكن انا بجربه عشان اخف. يبقى اذا هنا انا بجرب شيء عشان اوصل لنتيجه. فقال هنا لازم هقول try taking this medicine. try taking this medicine. حتى try اللي معناه يجرب ممكن يجي وراها noun يعني اسم على طول. يعني ممكن اقول
try taking this medicine or try this medicine يعني جرب الدواء ده. فإذا try إذا كان معناها يحاول فعل الشيء لأنه صعب فبالتالي هيجي وراها to plus infinitive. أما لو معناها يجرب الشيء ليرى نتيجة فبالتالي هيجي وراها verb plus ing. وبكده حبايبي يبقى احنا انتهينا من شرح الجزء الثاني من lesson 1 and 2 في الوحدة الثانية، واللي كان بيكلمني على الأفعال اللي بيجي وراها to plus infinitive والأفعال اللي بيجي وراها verb plus ing. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell. ما تنساش الجرس، ولو ما اشتركتش لسه انزل يلا بسرعة اشترك في القناة، وتابعنا على قناة التليجرام اللي بنتابع عليها حلول الواجب ان شاء الله. استنونا الحلقة اللي جاية مع نطق كلمات الدرس الثالث والرابع. Goodbye. السلام عليكم.